سويت علاني لغنى يا مستحق الغنى، أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك الغنى. مشاركين مع ضيوف الولاية في مدرسة مكرام. من الخرطوم، لكن ما حسينا بانه نحن نازحين، والحمد لله الناس كلها وقفت معنا بالذات ولاية كسلة. زواجها لموكلي عثمان إدريس بكري محمد، آمين، تقبلها ربها بقبول حسن. تقدم بخالص التهنية لابننا عثمان وابنتنا مواب، ونتمنى لهم حياة زوجية سعيدة. رغم الصعاب ورغم التشرد، ونحن ما زلنا على عاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا. وإن شاء الله زواج خير وبركة، وإن شاء الله يعني نسأل الله إنه ربنا يوفقهم في حياتهم. أنا منى عثمان، معروفة بمنى السوريبة أو البازاوية. الليلة مشاركة في مدرسة مكرام الثانوية، فرحة بتاع الزواج من ضيوف الولاية، وإن شاء الله ربنا يسعدهم ويتم له على خير، وإن شاء الله ربنا يصلح الحال في البلاد وفي السودان عامة، ويرجعوا تامين والعامين. وباقي سيارة الأول أقوى يا يوم.
اي العريس والعروسة في اوقات زي ده وفرحة كده مبسوطة جدا جدا ونتمنى لهم حياة سعيدة كده سعيدة ان شاء الله. اهني العروسين عثمان ادريس بكري والعروسة معاب واتمنى لهم حياة زوجية سعيدة وبيت مال وعيال، واشكر كل الحضور النازحين في ولاية كسلة وناس كسلة كلهم وقفوا معانا وما قصروا، واشكر كل الاسطاف من الشباب والشابات والأمهات والأخوات وكل الناس اللي وقفوا معانا في إتمام هذا الزواج وهو إكمال نصف الدين، والحمد لله رب العالمين. وأنا عمة العريس أمونا الخليفة محمد أبو بكر ونازحة من الخرطوم، لكن ما حسينا بأنه نحن نازحين، والحمد لله الناس كلها وقفت معانا بالذات ولاية كسلة. وأشكر كل الناس يعني الناس بالذات الناس اللي في اللواء باعتباره هم ما نازحين يعني. اليوم نحن فرحانين وسعيدين بزواج أخونا عثمان وأختنا مآب، ونقول لهم ألف ألف مبروك بمناسبة زواجهم، وإن شاء الله بيت مال وعيال، ورغم الصعاب ورغم التشرد ونحن ما زلنا على عاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا والكرم السوداني، والحمد لله اليوم نحن مبتهجين في مدرسة مكرام أو مركز إيواء مكرام. الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مبايه بكم الأمم يوم القيامة، الزواج سنتي ومن رغب عن سنتي ليس مني. صدق رسول الله الصادق المصدوق. الزوج عثمان إدريس بكري محمد، وكيل الزوج والده إدريس بكري محمد عمر، الزوجة مآب حسين سعد عوض الله البكرة بولاية والدها وكل محمد الرشيد بابكر إدريس. الشاهد الأول من هو؟ بابكر الشيخ إدريس شريف. الأمين محمد الأمين همد موسى إبراهيم. صداقة المتفق بينهم 30 مقبوض بيد الأمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصداق المذكور والشهود الحضور، فقد زوجت بولاية والدها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصداق المذكور والشهود الحضور، قبلت زواجها لموكلي عثمان إدريس بكري محمد. آمين. تقبلها ربها بقبول حسن، أنبتها نباتا حسنا، كفلها زكريا. اللهم أصلح ذات بينهم، ألف بين قلوبهم، أهديهم إلى سبل السلام، أشرح صدورهم، يسر أمورهم، نجح مقاصدهم، أقضى حوائجهم، أجل زواج مبارك، جل التوفيق بينهم، ذرية صالحة. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم. في هذا الجو الخريف الطيب المبارك، ونحن نشهد عقد قران ابننا عثمان إدريس بكري محمد عمر، وإن شاء الله زواج خير وبركة، وإن شاء الله يعني نسأل الله أنه ربنا يوفقهم في حياتهم. تهانينا الحارة لآل الخليفة محمد عمر وآل شبول في هذه الزيجة الطيبة المباركة.
مين وهجيف وشوف اتجد الكيف تميل وتتكسب غوامر اشيب خفيف انت فيها انا اجلي